اكو نساء تاثرا باللي سويتيه انت؟ تجيك رسائل، تجيك تعليقات انه اكو نساء تاثرت باللي سويتيه؟ اكو نساء تريد تعمل بمجال النجاره بعد ما شافوا انه شغلك؟ احد طلب منك انه تساعدي بهذا الموضوع من النساء؟ اكيد هواية بنات يتواصلون وياي، يعني اكو بنات يطلبون انه يشتغلون وياي حتى لو بدون اجر في سبيل انه يتعلمون. وشغلتيهم مثل الدوره لهم، وان شاء الله هذا ان شاء الله بالمستقبل، لانه يعني اكو فيهم بحكم انه مثلا من الديوانيه من البصره يعني يطلبوا انه يكون اكو دورات اسبوعيه، فان شاء الله بالمستقبل اقدر يعني شلون احقق هذا انه اكو دوره او اكو مكان تاهيل او تدريب للبنات هذا. زين هذا الموضوع.